الدليل الراسخ على ان بنات سوريا جامدين قوي. صح. عاشتك خرط قوم يا شباب تنا مناقصنا تشذب احنا. انت دايما صريح كتير جدا يعني. هلا مو وقت المجاملات والكلمات الطنانه. انت عايزه تاكدي المعلومه دي؟ هلا بيقولوا انه ايه؟ اه لا مش هتقولوا اهو الدليل اهو. معقول يا زلمه في ناس بتوحش بالدرجه دول نسوان هدول؟ اكتر حاجه بتميز البنت السوريه بعد ما كنا بنتابع سيدي تسلم عيوني قلبي الراجل دايما مدلعاه. لا تزعليني يعني انت بعمرك ما كنت هيك لاقيه متافه لهي الدرجه. انتوا كده فعلا على طول ولا برضه في ستات قويه؟ لا لا لك قوة الست بدلعها وانه ستها وبجمالها. صدقني اقرب طريق لقلب الرجال مش بس معدته يعني مثل ما بيقولوا عنا، لا ان الوحدة تعمل اللي بده اياه بس بالطريقة، عرفت؟ هلا 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 عشان هيك مسيطرة. الله عليك يا ولد يا تقيل. ليك هلا وانا بحب المجال الفاشن موديلينج اكثر، توسعت فيه اكثر. انت شو ما لبستي رح تطلعي شرشوحه ومبهدله، لانه بالاساس كتفك مو راتب وجسمك مو متناسق، عرفت؟ بس الميديا ما بعرف يعني جوا مش فاهمته كتير هون، عرفت؟ ما شاء الله عنك شو ذكي، لك ما غلط لي سماك ذكي انت. بس مركزه بالموديلنج اكثر، بحب التجميل وبحب الفاشن موديلنج. القصه مش هيك، بس مثل ما بتعرفوني انا موديل وكل ما بيجيني شو مجبوره اسافر واشتغله، وانا لابسه شيء حلو ولابسه شيء متعمده انه استفز الناس. يعني شايف عادي، كان نفسي يكون مني فوق الركبة. خصوصا هلا صار في يعني انفتاح كثير، بس انه لا ضل محافظ على شغلات معينه يعني. يبعت لك حمى ما اتقل دمك. عمير كراره. وعمير ده عمير ده داخل جديد. لهلا ما حتجوز ليجيني واحد مثله. العمى شو هاد؟ لا ما بتتفوت بنوب هي المرأة، شيء ظريف كثير. لو جالك دور في اغراء في قبولات ساخنه، مش هنقول مع فنان بعينه بقى. لا ادوار هي لا. البيت ده طاهر. انعرض علي على فكره فعلا. يعني انا هذا الشيء اللي موقفني انه هون عرضوا علي معظم هاي الادوار واعمال كبيره بس ما رضيت. يمكن انا ما فهمت عليكي. قد ايه بدك؟ انه بدور بنت مش مصريه، بدور بنت اجنبيه وهالقصص، بس ما رضيت، ما بقدر ضمن عادات عيلتي، ما بقدر والله. ما شاء الله ما شاء الله على الادب والاخلاق العاليه.